السلام عليكم. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد المعسله او واحد الحلوه اللي عندنا ذكريات معها في الطفوله ديالنا. دائما كنا تلقاوها تتباع امام باب المدارس او تتباع عند مرين الشباكيه. الو بلا ما نطول لكم وندخلوا نيشان في المقادير. المقادير اللي نحتاجو هنا: واحد الكاس، نص كاس ديال الزبده ديال العنبه، يعني بسعه واحد 80 غرام ندوبوها، وغادي نكملوا الباقي بزيت نباتيه، يعني 80 غرام ديال الزبده زائد 80 ملي ديال الزيت النباتيه. من بعد ذلك غادي نحتاجو واحد ربعة ديال الماء، يعني بسعه 250 ملي. هنا راني درت الكاس ما عمرش، غادي نكمل الباقي بماء الزهر، يعني عندنا ما بين الماء وماء الزهر واحد 250 ملي، يعني كاس كبير ديال الماء. غادي نحتاجو واحد 100 غرام ديال الدقيق ديال الحلويات ابيض فورس، كاس العنبه بيان سور 100 غرام، وغادي نحتاجو واحد نص كيلو ديال السميد الرقيق، السميد الناعم اللي تنحتاجوه في البسبوسه وفي الحرشه، واحد نص معلقه صغيره ديال الملح، وكذلك نص معلقه صغيره ديال خميره الحلويات بيكنج باودر، واحد المعلقه او اكثر ديال النافع مع حبه حلاوه، يعني الشمر واليانسون يكونوا مخلطين ومهرمشين. بعد ما غربلت السميد ديالي نص كيلو، غادي نزيد عليه هاد الكاس اللي فيه 100 غرام ديال الدقيق، فوق منه خميره الحلويات، من بعد الملح واليانسون او الشمره وحبه حلاوه والنافع. غادي نحرك الخليط كامل حتى تنسجم جميع العناصر، ومن بعد عاد غادي نضيف هذيك الماده الدسمه ديالي ديال الزيت والزبده باش نبسبس الخليط. غنحاول ما امكن ندخل مزيان هذاك الزيت والزبده مع الخليط ديالي. من بعد ما بسبست هذاك الدقيق والسميد نخليه يرتاح ونمشي نوجد فاش غادي ندير العسل والزيت. هذا الخليط يمكننا نوجدوه حتى ليله سابقه، يعني من قبل، ولا غدلين عاد نخدمو به، او ساعه او ساعتين او حتى بنفس الفتره نقدروا نستعملوا، يعني واحد 10 دقائق 5 دقائق حتى 10 دقائق يرتاح واحد شويه ويتشرب. هنا راني حطيت واحد الكميه من الزيت وكذلك كميه من العسل، وغنبدا دابا نجمع هذاك العجين بالماء مع ماء الزهر. ما نكبوش الماء وماء الزهر دغيا دغيا، غير بشويه بشويه، لان كاين بخطرات شي سميد ما تيشربش بزاف، وكاين شي سميد اللي تيشرب تقدر تحتاج واحد شويه الكميه تزيديها. هنا هذا الكاس جاني قد قد، يعني هو هذاك استعملته كامل، ما احتاجيتش انني نزيد وما احتاجيتش انني نقص. دائما نجمع غير باطراف صباعي، ما نحاولش ندعك بيديا. ها هو هنا يتجمع ليا، هذا هو القوام اللي غادي نحتاجه. دابا غادي نسرحو وغادي ندير به عده اشكال، يعني الا بغيتو ديروا هاد الاشكال تبارك الله، بغيتو ديروا الشكل الاخير هو اسهلهم، هذاك هو اللي الناس كنا حنا تناكلو فاش كنا في صغرنا، وتلقاو كانت عزيزه علينا هذاك الحلوى بزاف وما كناش نعرفوها حقيقه كي تتصايب. في الحقيقه واخا تنحاولوا نزوقوا ونغيروا الاشكال، ما عرفتش علاش هذاك الشكل الطبيعي العادي اللي تنديروه تيجي حسن من هكا، تيجي مقرمش من برا ومعلق او معسل من الداخل. هاد الاشكال تيجيو حتى هما زوينين وتيجيو مقرملين كاملين، ولكن هذاك الشكل بحد ذاته هو اللي تيعجبني انايا، تيفكرني بالطفوله، يعني ذكريات لا تنسى. هذا الشكل هذا اللي هكذا، يعني تتقطعيه بالموس وتتبركي عليه من الوسط، سي تري سامبل، جد بسيط. وهنا راه يمكن لكم تحكموا في السمك، يعني الا بغيتو تكون غليظه غادي ديروا هذيك الدائره غليظه، بغيتو ديروها رقيقه راه نتوما والسكين ديالكم. انا تنحاول ما امكن ما نديرهاش غليظه بزاف باش تقلى ليا مزيان وما تجيش كاع من الداخل معلكه ورطبه بزاف، يعني نحس بالتقرمشه وبالتعليكه او ميم طون بجوج. والانسان ضروري ما يجرب باش يعرف هذا الشيء كي تيجي المره الاولى المره الثانيه، ومن بعد غادي يبدا يتقل الحاجه. هنا راني وجدت هذا الشيء وحطيته حدايا باش من نبدا نقلي نلقى كل شيء حدايا، ما نبقاش كل ساعه عاد يدي هنا ويدي هنايا. بديت الزيت تنحطو على واحد النار اللي هي نار متوسطه، ماشي هادئه وماشي مجهده بزاف، يعني متوسطه. هذا هو الطياب ديالهم، الا درتيها هادئه بزاف غيجيو قاصحين حتى من الداخل، الا درتوها مجهده بزاف غادي يجيو عاوتاني من البرا طايبين ومن الداخل ما طايبينش مزيان، يعني متوسطه تكون الطياب. درتو فوق ورق النشاف يعني باش الزيت ينقص شويه نحيدو منه، ومن بعد غادي نحطهم في هذاك العسل وغنخليهم غير الوقيته اللي والعسل يكون خفيف. انا هنا شعلت عليه شي شويه باش يدفى باش ما يشربش بزاف، يعني باش ما تجيش حلوه حلوه بزاف.
من بعد تنصفيه على ما توجد القلية الأخرى. تنساوش اشتراك في القناة وتفعيل الجرس. جربوه على حسابي، راه ما تيتفرتش وتيوجد زعما دغيا دغيا وتيجي بنين ولذيذ وبصحة والراحة.